قامت به سوناطراك. نتكلم اليوم أن الجزائر أصبحت تضمن الأمن الطاقوي لأوروبا. نتكلم اليوم على المشاريع الجاية إن شاء الله ابتداء من سنة 2024-2025، هي تصدير الكهرباء، تصدير الهيدروجين الأخضر، تصدير اليوريا، تصدير الأمونيا. يعني إحنا كل هذا النتائج الاقتصادية المهمة أقرينا أنه هناك يجب الاستمرارية، لأن الاستمرار حيعطينا الازدهار، حيعطينا الاستقرار. هنا هذا من هذا المنبر كذلك نحيي مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، حامي الحمى كذلك، اللي تمد الاقتصاد الوطني بالصناعات العسكرية. نعرفوا أن اليوم الصناعة العسكرية وصلت إلى نسب الإدماج اللي تفوق 70%. نتكلموا اليوم أنه الصناعات العسكرية أصبحت نموذج ناجح لباقي الصناعات في الجزائر.